هنروح لدوري الام بي اي بقى نفسه. الامريكي في امريكا، بوستون سيلتكس بيهزم واشنطن ويزرز بدوري كره السله الامريكي. نادي بوستون سيلتكس فاز على واشنطن ويزرز بنتيجه 118-110 في دوري كره السله الامريكي، وكده قدر انه يتاهل للبلاي اوف. الماتش ده اسمه بلاي اون، الماتش اللي احنا شايفينه ده اسمه بلاي اون، يعني ايه؟ بيلعب السابع الثامن بيلعبوا بعض عشان يتاهلوا وياخدوا احسن ايه يعني يديهم فرصه ثانيه، عشان كده اسمه بلاي اون، ان انت بالنتائج الماتشات دي بتخش في الادوار الاقصائيه. فبوستون سيلتكس كده انتزع المركز السابع في القسم الشرقي عشان يلعب في المرحله الاولى من الادوار الاقصائيه مع بروكلين نيتس، وما ادراك ما بروكلين نيتس صاحب المركز الثاني في القسم الشرقي. واضح جدا ان NBA السنه دي هيكون سخن جدا جدا، وزي ما حضراتكم شايفين لسه طبعا الاجراءات الاحترازيه ما فيش جمهور، وده احد الاصابات في احد لاعبين بوستون سيلتكس، وتم استبعاده من المباراه وخرج من المباراه مصاب. قوه، سرعه، نط، جنبات، الحقيقه من انجح الدوريات في العالم كره السله، مش محتاج اتكلم عليه. ده ويستر بوك احد اعظم اللاعبين في الـNBA اللي حط الفولو دانك رقم 4، الحقيقه من احسن واعظم الدوريات في كل العاب على مستوى العالم.